ورقع، حنا في ذو ورقع، ما عندناش الماء، حنا كنعانيو من الماء، ما عندناش الماء، ما كاينش كاع البير، اجيو طلوا البير، إلا كانوا الماء حنا كيفاش كتعيشوا النهار ديالكم مع الماء؟ ما كاينش. واش تموتوا بالعطش؟ تنموتوا بالعطش، الدجاج مات، الفارخ، الطيور ماتوا، الطيور ماتوا بالماء. الجماعة تدير شي دور ولا والو؟ لا ما كدير حتى حاجة، ها الرئيس معانا ما كدير، الجماعة ما كدير حتى دور. مشينا عند الرئيس، قلنا ليه الماء، قال لنا الجماعة ما فيهاش الفلوس، ما عندي باش ندير لكم حتى حاجه، سيروا دبروا على روسكم. البيار ما كاينينش، ما فيهمش الماء، اجي نطلوا البيار. لا واش تبناو شي وحدين ولا لا؟ لا والو، ما كاينش عندنا دوك البيار عشوائيين ديال 8 متر 10 متر، ما فيهمش الماء، ما كاينينش، ما كاينينش كاع نهائيين. حنا كنعانيو بالماء، الماء الماء ما كاينش يا عباد الله. والجماعه تتكذب علينا، تتجي الجمعيه تتبغي تحفر لنا، تيجري عليها الرئيس. علاش؟ علاش تجري عليها الرئيس؟ علاش الرئيس يجري على الجماعه، على الجمعيه؟ علاش ما تيخليوش المحسنين يجيو؟ يجيو، جاو جاو عقبيله، جا واحد جراو عليه، قالوا ليه لا ما يدخلوش لينا السياسه في الماء. والسلام عليكم. هذا المشكل اللي هنا عندنا، حنا دابا في هذه البلاد هذه تنعانيو عام، المشكل ديال الماء راه ما عندناش. هذا الرئيس عاشور هذا دابا ديال الجماعه اللي كتشوف فيها، راه عنده البلاد فيها سبعه القطارات باقا على حسابه، دابا محفظه حاليا على حسابه. ولكن دابا البيار ديال الرئيس، مناش كنا كنقوتوا روسنا وكنقوتوا ولادنا وبهايمنا، راه مشى منهم الماء، راه ما بقاش فيهم الماء، الماء راه ما بقاش. ومشينا عنده وقلنا ليه اودي راه حنا بقينا عند الشانين، بقينا دا سميتو، وقال لنا اودي بلاتي غادي نديروا البير سميتو، حنا تزيرنا دابا راه حنا كنغوتوا، ربما يجيب الله شي ممر، ربما يجي شي واحد اللي دارني شي حاجه، راه ربي يخلصو. راه والله اسيدي لا تكرفسنا بالله. حسبوا دابا فيها ثلاثه البيار، ها جوج، ها واحد. واش طلقهم؟ طلقهم لكم؟ وهي ما كاينش الماء، حنا دابا ما كيحرش علينا. دابا هاد ديال شنو هذا اللي داير بكم؟ حنا دابا هاد الناس هادو كاع اللي داير بكم، راه ما كاينش اللي عندو البير. كيقولوا بان الطريق ما كايناش، ها الطريق كتشوفوا بها، ها المدرسه، كيقولوا بان ما عندناش لي سيترن، هادو سيترن. محفور بير ديال الجامعه حفرات تما حدا هذيك المراه اللي كانت كتهضر، وهذا بن السعيدي بوعزالي هو حاليا موجود معنا، كاين معنا. ها هو ها هو حاضر، وتحفر حداه فيه 12 متر. علاش ما كملش؟ اشنا هو السبب؟ يعني هذاك البير ما كملش، ما كملش، ولكن علاش؟ هذا الشيء اللي باغي نعرف. الله اعلم. انتهى. علاش ما كملش؟ وبو عزه نطق بشي هضر ولا شي هضر اللي هما خايبين وما بغيتش نقولها، ولكن الا وصلنا لقدام راه غنصرح بهم. قول اصاحبي. نطق بهم قدام قدام الساكنه تقع كامله. قول قول قول. ما غاديش، ما ندخلوش في الصراعات. ما ندخلوش في الصراعات. ما عندناش مشكل. فيما يخص كيقولوا لك الطريق مقطوعه، ذاك لابارتي اللي مقطوعه، لان الكودرون دار في العهد الرئيس السابق. ذاك المرسو فيه مشكل، راه كتبوا لي وانا صيفط للسلطات المعنيه. والمقاول اللي كان صوب الطريق راه مازال فايت بوخيو، كيقولوا بان الطريق حبسات هذيك المراه، ها هما كيسمعوا. هذه من جهه، كيبقى هذا البير اللي قلت لهاد الناس غنجيبو لهنايا. يا امس جات اللجنه لهنايا متكونه من الجهه، من العماله، من لاريب، من جميع سميتو، درنا محضر بان ذاك السيد العمري بن الحاج دزنا عنده. اودي علاش كتحبس الماء على هاد الساكنه؟ راه حنا بغينا نرونفورسيو البير باش نعطيو الماء للساكنه دقاع. قال لك سمحوا لي انا ما نعطيش التزام وما عمري عطيته، وما تحفروش وما تقربوا ليش، باغي تقروا بير سيروا ديروا فين ما عجبكم. يعني هما عرقلوا لك هذا المشروع. هذا المشروع هذه من جهه، عطينا التزام، قال لك ما نعطيش التزام وما عمري عطيته لا الرئيس الحالي لا السابق. دابا ذاك البير انا كتبت العماله للسيد العامل، الله يجازيه بخير، رقم بجهودات الطرقان الى اخره، اكثر من القانون كاع، اكثر من جهده. ذاك البير احنا درنا باش نحولوه لهاد البلاصه، لهاد الساكي ديال هاد الدوار، هو غير منطقه من هاد الدوار كامل. غنحولوه هنا، يعطيوني التزام، وعدتهم يعطيوني التزام مكتوب من طرف الشخص اللي الساكينه. قالت لك الرئيس عندنا الالتزام، عندنا الارض، يعطيوه ليا، يعطيوني التزام والارض، واهلا وسهلا. غادي نمشي للكاتب، غايجيني الكاتب العام يواجبني، والبير راه عندهم ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. إن شاء الله. كاين شي اضافه اخرى الرئيس قدام الساكنه دابا، وتيتهمك بانك تتقصر في الطرف ديالهم؟ ما عمري قصرت، ها هما الا قصرت في شي حاجه واخا كانوا مغالطين. البيرو ديالك مفتوح امام الجميع،
الا عمري سديت شي بيرو على شي واحد انا موجود. هذه المره اللي كانت كتهضر وكتقول بان احنا فقراء وضعفاء الى اخره ذوك الاسميتو، راجلها عنده بكحلات الصيد وكيخلص المحميه. مشات تخلى عليها البارح. ما كيهمنيش اخويا، ماشي شغلي، البارح تخلى عليها، ماشي شغلي. صراحه ما عمر كانت عندي كاع هذيك الفكره باش انني نقولها للصحافه. جاء عندي واحد السيد ولد عمتي، هو اللي شاف هذيك الحاله وشاف ولادي في واحد الحاله يرثى لها. ما مصبني، شاف الدار كي دايره، شاف كنبغوا نشربوا، كيقول لك هو بغى يشرب ما كنلقاش ما نعطيه، كنحشم. قال لك بغى يشرب ما لقيتش نعطيه. قال لي علاش؟ قلت لي راه الماء الناس كيباتوا عند البير، انا ما كنقدرش نبات حيت الراجل عندي مريض وما قدرتش نبات يعني عند البير. البير عندكم؟ عند الناس هنايا، عند هذا البلاصه، هذه البلاصه بالضبط فاش جيتو هنا فين كان بعيده على الدار. بعيده واحد المسافه. شحال تقريبا؟ شحال زعما انت غاده؟ شحال الوقت؟ على الاقل مشي ومجي ساعتين. ساعتين اه بالحماره حاشاك. وصافي، وفاش وفاش لقى عندنا الماء ما كاينش وداك الشيء، قلت لي راه سميتو راه الماء صراحه ما كانش عندنا. وقال لي شحال هذا وانتم كتعيشوا هذا؟ قلت ليه شي شهر تقريبا ولا شهرين وحنا عايشين هذه الحاله، ما كنلقاو ما نصبنو، ما كنلقاو باش نشربو، ما كنلقاو باش نديرو شي حاجه. هو يقول لي وهضرتوا مع الجامعه؟ قلت ليه هضرنا معاهم وعاودنا، وقالوا لينا راه الصراحه الكاميو باش يجيب لكم الماء في السيتيرنا راه مهروسين ليه الرويض، الله ما عرفتش شنو عنده شي مشكل. قال لك سميتو البير ما يمكنش ليهم يحفروا، راه ما عندهمش الفلوس في الجامعه ولا ما فهمتش انا داك المشكل ديالهم كيخصهم. المهم حنايا فاش قلنا هكا هزيت، قال لي ولد عمتي لا ما خصكيش تبقاي في هذه الحاله. قال لي المدينه ما غاديش تقدري تمشي تعيشي فيها لا انت ولا ولادك، بزاف باش يعني ماشي غير انت بوحدك، راه الساكنه كامله، الا مشيتي بوحدك غيبقاو الناس مساكن بالعطش. صافي هو يقول لي غنهضر لك مع واحد السيد يجي، نهضر لك مع واحد السيد يجي يشوف هذا الشيء. فعلا جا هذاك السيد شاف هذا الشيء وبقى فيه الحال، وشاف اننا ما عندناش الماء بصح، قلب البيار دار، شاف الدار ما لقى فيش فيها الماء ولا شي حاجه، صافي وبقى فيه الحال. هو يقول لي ضروري خصك ديري فيديو. فعلا درت لي فيديو وهضرت فيه، وما سأت الجامعة، ما سأت المغرب، أنا ما قدرش نسأل المغرب، راه المغرب بلادي ما قدرش نسأليه، ولكن الناس كل شيء حسبوها في واحد، داروها في واحد الجهة بأنني أنا سأت. أنا والله ما عمر القصد ديالي كان إساءة، ما عمر القصد ديالي كان إساءة لا للمغرب ولا للجامعة ولا للعمالة ولا حتى واحد. أنا الهدف ديالي هو أشنا هو؟ المحسنين يوصلوا لهاد البلاد، يدخلوا فيها، يحفروا البيار، حيت كاينين بلايص بعاد ماشي غير حنايا. دابا حنا مازال كنبانوا لي قراب، راه كاين شي ناس في الجبل وكيهبطوا حتى لهنا كيسقي، وقسم لك بالله ماشي غير حنايا، كاينين الناس بعاد وكيجيو وكيحفروا مساكن وكيجيو على رجليهم وكيجيبوا البهايم، اللي عنده البهيمة مزيانة. اللي الحمد لله أننا استطعنا باش نجمعوا الرئيس مع السيدة اللي عطات واحد نداء صارخ على واحد الوضعيه اللي هي ما تنشوفوها ماساويه تعيشها الدوار. الرئيس اش تقول لهاد السيده هذه تتعجبك كتقول لك قيم اختريفي ما غادي انا قرب الميكرويت الرئيس. فيما يخص هذه ثاني قيم اختريفي او لا كذا، انا داكشي اللي في جهد الجهد الاستطاعه ديال الجماعه راني كنديرو كل ما في جهدي، لان ماشي غير هاد الدوار اللي عندي، عندي 9 دواور نفس المشكل كيعانيوه الدوار كاملين. عندنا كاميو، عندنا دي سيتر، الله يجعل البركه في سيد العامل، عطانا 9 لي سيتر فرقناهم على الدواور كاملين، 3 في هاد القاع والاخرين كل دوار حطينا في شي حاجه. كاميو سيتر كنجيبوا الماء في ديك الكاميو فيها 6 طن ديال الماء، كنوزوها على هاد لي سيتر بجوج، والسكان كانت بعض المرات كتدي الماء حتى للديور ديال هاد الناس هادو. هاد البيار راه كتشوف فيهم شويه اللي سبق شويه كيسقي اللي ما سبقش، وكان وعدهم هاد الساكنه بانني يجيبوا لي التزام وغنحفر لهم البير. يعني الصرخه ديالها وصلت للرئيس، ما قلناش هاد السيده بانها يعني بحال كنتي موجهه شي واحد اللي قراها تقول هاد الشيء. السيده تتعاني، جات اليوم سمعتيها الرئيس قلتي بانك غادي تحفر لهاد الناس بير. طيب كان وعدهم باش نحفر لهم بير. شحال تقريبا ديال الصبر ديال هاد الناس؟ ماشي نقول لهم شحال ديال الصبر، انا راه جاتني لجنه فيها العماله فيها الجهه يامس، وصفت للسيد العامل والسيد الكاتب العام باش يجاوبوني، وربما نهار الخميس غيجاوبوني. الخميس ان شاء الله. الخميس غيجاوبوني وربما تخرج اللجنه، ولا عطاوني الفوفير راه غنجي نحفر في اقرب وقت، في السيمانه الاخرى غنحفر عند بدا عندهم، البير راه موجود معطي مرخص.
إذن شكرا.